حكم نسيان تكبيرات التي دائما تكون بين الأركان أو بين الركوع والسجود، ما يسمى بتكبيرات الانتقال، فما أدري الحكم في ذلك شيخ؟ تكبيرات الانتقال جمهور العلماء على أنها سنة، نعم، وذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم إلى أنها واجب. واجبة، والأمر في هذا دائر بين هذين القولين، والأقرب أنه يسجد السهو سواء قيل إنها سنة أو قيل إنها واجب، لأجل أنه يشرع سجود السهو للسنة، فاحتياطا له على إذا نسي أن يسجد للسهو ولو كان يرى أنها سنة، لعموم الحديث الدال على أن لكل سهو سجدتين. جميل.